الله الرحمن الرحيم. شابتر جديد، واحنا يمكن تحدثنا سابقا انه عنوان الكورس تبعنا Essential Medical Microbiology. كل ما درسناه في السابق هو Essential، واليوم نتكلم عن الميديكال مايكروبيولوجي. هنبدا في عنوان ضخم اسمه بايوجينيك كوكاس او كوكساي، وهي المكورات المقيحه، بمعنى انه بيصدر عنها او عن الانفكشن تبعتها قيح او اللي احنا بنسميه صديد. فهي بايوجينيك معناها قيحية أو صديدية. الصورة اللي أمامكم عبارة عن تشكيلة من الكوكساي اللي موجودة، اللي اللون الأزرق أو الفايلت الواضح هنا هي ستافيلوكوكس، واضحة إنها جريب لايك كلاسترز الأرينجمنت تبعتها. اللي أسفل منها هي عبارة عن ستريبتوكوكاي. لاحظوا إنه التشينز فيري لونج، طويلة جدا للسلاسل. اللي على اليسار في عندي هنا ديبلوكوكاي، لكن الشريحة مش بيور زي الأولانية والثانية، وفي لها خلفية، والخلفية هذه حقيقة اللون الأحمر اللي شايفينه هذا واللي جواته أنوية هي عبارة عن باس سيلز، خلايا صديدية. إيش هي الباس سيلز؟ هي عبارة عن فاجوسايتس. طيب إيش الفاجوسايتس؟ هي نيوتروفيلز. النيوتروفيلز لها اسم ثاني، بوليمورفو نوكليار سيلز. كلمة بوليمورفو نوكليار، نوكليار يعني أنوية ولا لا؟ بوليمورفو يعني متعددة الأشكال الأنوية. طلعوا الأنوية تبعتها، تمام؟ بالمناسبة إيش لونها؟ كل خلايا الهيومن لو صبغناها جرام نيجاتيف، يعني خلايانا إحنا جرام نيجاتيف، يعني معناها تاخذ اللون الاحمر، تاخذ اللون الاحمر. اذا اللي بنطلع منه من اللوحه هذه معلومتين صغار، انه البكتيريا ممكن نشوفها في عينات مباشره، وانا المحاضره الماضيه شرحت قلت انه ممكن ناخذ عينه سي اس اف ونعملها سنتريفيجيشن ونعمل ستيننج لها مباشره، وبالتالي حشوف بكتيريا اذا موجوده، وحشوف ايضا باسلز اذا موجود. هذا الترتيب تبع الخلايا هنا هو عبارة عن ديبلوكوكاي. ديبلوكوكاي يعني تو كوكساي. بالمناسبة الديبلوكوكاي تصنف على أنها ستريبتوكوكاي، يعني كل اللوحة ستريبتوكوكاي مع مين؟ مع الكلاسترز اللي على اليمين اللي هي ستافيلوكوكاي. هذه كمان صورة بنقف عنها شوية. لاحظوا الصورة بتوضح لنا ستاف، العنوان تبع الستافيلوكوكاي. لاحظوا انها موجودة على باك جراوند خضراء وفيها ثقوب. هي عبارة عن ممبرين فلتر، الثقوب هذه عبارة عن ممبرين فلتر، فاكرين ممبرين فلتر اللي استخدمناه في عملية التنقية في الستيريلايزيشن في الفيزيكال ريموفال للمايكرو اورجانيزم. لما قلنا انه المسامات بتكون أصغر من حجم البكتيريا. انا مش هذه الفكره اللي انا بدي اوضحها، بدي اوضح انه شكل الستافيلوكوكاي بيعطيني ايحاء بانه الانقسامات تبعتها بتكون في كل الاتجاهات. ممكن في هذا البعد، في هذا البعد، البعد الاسفل اليمين الى اليسار. بينما لو البكتيريا ستريبتوكوكاي حتكون الانقسام في اتجاه واحد. من الذي يحدد طريقه الانقسام؟ ايضا هو الجينيتك ميك اب، يعني التكوين الوراثي للبكتيريا. مورفولوجي اند ايدنتيفيكيشن للستافيلوكوكا، they are gram positive، وهذه حقيقه خلاص يعني ثابته الان، يعني ما فيش داعي انه نضل نكررها، بس اساسيه في التعرف. فاكولتيف انايروب، يعني بنقدر نسميها هوائيا ولا هوائيا. جريب لايك كلاسترز، كعناقيد العنب شكلا. البكتيريا تحت الميكروسكوب. كاتاليز بوستيف، وهذه صفة محورية. ايش صفة محورية؟ يعني احنا حندرس تحت البايجينيك كوكساي تو جيناسز من الجرام بوستيف كوكساي، الستافيلوكوكاي والستريبتوكوكاي. يعني في يوم من الايام لو انا عزلت جرام بوستيف كوكساي فهي واحدة من تنتين. الصفة اللي بمميزة بينهم الكاتاليز.
الاستافيلوكوكاي كاتاليز بوزيتيف بينما الستريبتوكوكاي كاتاليز نيجاتيف. هذه نقطة محورية كمان مرة في الدياجنوسيس. Major component of normal flora of the nose and skin. وكلمة major component يعني هي جزء أساسي أو مكون أساسي من النورمال فلورا في الأنف واللي هو الجلد. المعلومات هذه مهمة عشان بدنا حنرجع لها إنه إنها skin ونوز. هذا أيضا صورة بتوضح لنا اللي على اليسار جرام بوستيف كوكساي مأخوذة من كلتشر يعني من مستعمرة. تمام؟ وبالتالي الباك جراوند تبعتها واضحة فيش فيها أي شيء. بينما الأخرى هذه إيش هتبقى تكتب عليها؟ بس دلالة على أنه هي مأخوذة من عينة فيها صديد وصبغناها. الآن هذا المشكلة، هل نستطيع بدقة وحرفية أن نميز الستافيلوكوكاي عن الستريبتوكوكاي من خلال الشكل؟ احنا قلنا هذيك جريب لايك كلاسترز والتانية سلاسل، لكن في واقع الأمر لو أخذنا عنقود عنب وضربناه في الحائط حيتفتت إلى حبات منفصلة أو حبتين أو حبتين يقفوا جنب حبتين. خدوا بالكم الأشكال اللي أنا حكيتهم مختلفين تماما. حبة سينجل سيلز، حبتين دبلوكوكاي، تنتين وتنتين صاروا ستريبتوكوكاي أربعة. لو كانوا تكون فوق بعض ستافيلوكوكاي. طب أنا كيف بدي أعرف إن هم دولة عنقود عنب تفرفط انعقد الحبات تبعته راحت ولا هو واقع الأمر هيك؟ فبدأ استخدم مين؟ الكاتاليز. اذا you cannot identify or differentiate staphylococci from streptococci with certainty unless you perform the test اللي اسمه كاتاليز. والكاتاليز من اسهل الفحوصات، من ضمن بندرجه من ضمن ال 1 minute test. 1 minute test يعني بيستغرقش معنا دقيقه حتى. هذه الصوره اللي امامنا بتوضح لنا اللي هي فكره الفحص، وهو عبارة عن قطرة من هيدروجين بيروكسايد 3% بنضيف عليها المايكرو أورجانيزم. إذا المايكرو أورجانيزم بيحتوي على الكاتاليز حيحلله إلى هيدروجين بيروكسايد وأكسجين. الآن الأكسجين تكونه ضمن الووتر اللي هو الهيدروجين بيروكسايد فبيطلع بشكل فقاعات. خذوا بالكم النقطة، كمان شوي حنروح على الستريبتوكوكاي أو مش كمان شوي يمكن المحاضرة القادمة، فهنلاقيها كاتاليز نيجاتيف لكن هلاقيها فاكولتيتف انا ايروب. فاكولتيتف انا ايروب مؤشر على انه عندها ميكانيزم by which they can defend them against themselves against oxygen. الكتاليز هنا هو المظبوط، هو اللي حمانا من تاثيرات الهيدروجين بيروكسايد. طيب هناك مين بيحميها من الهيدروجين بيروكسايد؟ فاكرين قلنا الأنظمة تبعتنا معتمدة على سوبر أوكسايد ديسموتيز وكاتاليز أو بيروكسيديز. الآن الستريبتوكوكس فيها بيروكسيديز ما فيش فيها كاتاليز، عشان نسميها كاتاليز نيجاتيف. قبل ما ندخل في الباتوجينيسيس والإميونيتي للستافيلوكوكس سبيسيز، نطلع على السيل وول ونتذكر مع بعض الكومبوننتس اللي موجودة في السيل وول. كبسول اور بولي ساكرايد سلايم لاير. ليش اور؟ كلمة اور معناها انه بعض السلالات تحتوي على وسلالات اخرى تحتوي على. كلمة سلالة بدنا نفهمها اليوم لانه كثير كثير مهمة. انتم طالبات سنة ثانية بتعامل معكم بهذا العنوان. انتم طالبات سنة ثانية، انتم كلكم واحد لكن لكم عنوان واحد بالنسبة لنا طالبات سنة ثانية، تمام؟ بس انتو مش واحد، انتو اشخاص مختلفين ضميناكوا تحت تصنيف واحد. بدي تنتبهوا للنقطة هذه كويس، فهم هذا رايحنا كتير للمستقبل. انه لما اقول ستافيلوكوكس اورياس انت بيخطر على بالك شخص واحد، بس لازم يخطر على بالك مجموع زي اللي انا حكيته طلاب سنة ثانية. معنى الحكي انه ستافيلوكوكس اورياس ايش فيها؟ سترينز مختلفة، هي سبيسي لكن فيها سترينز مختلفة. قد يحتوي الاسترين على توكسين X والاسترين الثاني لا يحتوي على هذا التوكسين. لكن لما أنا باجي بدرسهم إلكم بحط لكم كل التوكسينز اللي في كل الاسترينز ولا لا؟ طيب بيبتدوش لايكان لير له أهمية بالنسبة للباثوجينيسيس ولا ملوش أهمية؟ إيش أهميته في الباثوجينيسيس؟
لما تحدثنا عن الجرام نيجاتيف باسيلاي تحدثت انا عن حاجه اسمها جرام نيجاتيف لايبوبوليساكرايد، وتحدثنا عن مصائب اللايبوبوليساكرايد، قلنا وسالنا سؤال بريء، هل هناك في الجرام بوزيتيف كاونتر بارت لللايبوبوليساكرايد؟ والجواب نعم، واللي هو البيبتيدو اج لايكن. تمام، اذا له اهميه في الباثوجينيسيس تبع الستافيلوكوكاس اوريس. في عندنا التايكويك اسيد، وقلنا ايضا له كمان اهميه في الباثوجينيسيس، والبروتين اي اللي كان يمسك هي الانتي بودي، الانتي بودي كنا عاملينه تو انتيجين بايندينج سايت، ومن تحت اللي هو الاف سي بورشن، كان بدل ما يرتبط زي هيك في البكتيريا، البكتيريا بتربطه من تحت. تمام، هذا البروتين اي قلنا عنه من اعظم الفيرمنت فاكتورز في الستافيلوكوكس. فينا طبعا السلم بين هذا كومبوننت طبيعيه موجوده، الكلامبنج فاكتور او ما يسمى بالكواجوليز، يسمى كواجوليز، ومر معنا ذكره، اللي بيحول الفايبرونوجين الى فايبرين. هذا الشكل درسناه وشفناه هو البروتين اي، قلنا انه بيرتبط هاي الامينوجلوبولين، وهو البروتين اي بيرتبط بمين؟ بيرتبط بالاف سي بورشن، والاف سي بورشن هذا مخصص للارتباط بالماكروفاج وبالفاجوسايت، وبالتالي الماكروفاج والفاجوسايت لن تجد شيء ترتبط فيه، وبالتالي لن تستطيع اللي هو التقام البكتيريا اللي هي ستافيلوكوكس اوريس. من بعض التوكسينز والانزيمز اللي متوفره في حضره الستافيلوكوكاي واوريس بالذات، الكاتاليز، وعرفنا ايش الاهميه تبعته، الكواجوليز ما عرفناش الاهميه، انا قلت لكم نزلت لكم فيديو على الصفحه اسمه فيرلنس فاكتورز اوف ستافيلوكوكس اوريس، ارجو من حضراتكم انكم تطلعوا عليه، و10 دقائق، اقل من 10 دقائق 9 وشيء. تمام، يعني عم نطلع عليه وتشوفوا الفيرلنس فاكتور وقتيش بيلزم البكتيريا من دخولها لحد وصولها للدم، وكيف الكواجوليز بيساعدها، كيف بيساعدها الهايلورونيديز على سبيل المثال، كل هذه الاشياء من يعني موجوده في هذا الفيديو. كاتاليز، كواجوليز، هايلورونيديز اند لايبيز، هيموليسين او حاجه بسموها اسفينجو مايونيز سي، وكلكم بتعرفوا هيموليسين يعني توكسين ذات ويل ديسربت ذا سيل ممبرين اوف ريد بلاد سيل وبيعملها ديستركشن. يبقى هو بيعمل ديستركشن للريد بلاد سيل سيل ممبرين، وبدل بصير لايسز، كلمه لايسز للدم هيموليسز، هيموليسز. تمام، هذا مؤشر انه الستافيلوكوكس اوريس اللي بتمتلك هذا التوكسين لو زرعناها على بلاد اجارة بنات هتعمل هيموليسز حول المستعمره تبعتها، والهيموليسز صفة من الصفات المهمة جدا اللي بنستخدمها في التعرف على البكتيريا. اكسفولياتيف توكسين. عمرك شفتوا طفل بتقشر؟ اطفال الجيل تبعه بتقشر. ما شفتوش؟ بتقشروا؟ هذا طبيعي. لكن لما بكون او بلاش، اطفال راحوا على البحر ومن الشمس، تمام؟ صار طبقات من الجلد يمكن نزعها من هؤلاء الاطفال او حتى من الكبار. الاكسفولياتيف توكسين، اذا البكتيريا عملت انفكشن لهذا الانسان بصير جلده يتقشر كما وانه بالفعل يعني قشره خارجيه. توكسيك شوك سيندروم توكسين، وبين قوسين سوبر انتيجين، والانتيروتوكسين. انا بدي اركز على اخر اثنين واخذ منهم اخر واحد الانتيروتوكسين. ايش بعد انتيرو؟ معوي. لا هذاك اندو. انتيرو انتريك معوي، واحنا حكينا قلنا انه تصنف التوكسينز بحسب السايت نيورو او انتيرو. اذا هذا ما بيشتغل هذا في الانتستين. طيب اسمعوا هالكلام موضوع حتنبسطوا عليه خالص، له علاقه بالمفتول. اظن كلكم بتعرفوا مفتول ولا بتعرفوا المفتول؟ ولا جاي برضه من فرنسا؟ من غزه. اذكركم بالخطوات المعمول بها بالمفتول عشان نعرف وين الخطا ممكن يحدث. انتم بتاخذوا دقيق تخلطوه بالماء، وبعدين بتعملوه كريات عبر ضغطه في شبكه، مظبوط، ومن ثم بتاخذوا هذه الكريات بتحطوها في وعاء مثقب، وبتحطوها على ماء او واتس ايفر سائل، وبتغلوا السائل، فالسائل البخار تبعه بيدخل عبر المفتول،
وبينضجه. بينضج يعني بصل حرارته الى حراره عاليه جدا، لو كان في ميكروبات من اي نوع غالبا حتموت في عمليه اللي هو الكوكينج هذه. خلصنا من النقطه هذه، الان نزلناه وكبينا، مش هيك صح الطريقه؟ بيكون كل واحده مفلوطه عن بعضها ولا مكتل؟ كتل. ايه بتسوي انتوا عاد الان؟ بتمسكوا بصلاتكم نظيفه اللي اظافرها طوال عند ال منيح، وبتقعد تكسر في المفتول. أذكركم بالمعمل، لما بنزرع طبق في البكتيريا بناخد طبق معقم زي المفتول اللي طبخناه قبل شوية، واخدنا لوب وزرع وحطيناه في عينة وزرعنا البكتيريا، أصابعنا هم اللوب تمام وأظافرنا هم البكتيريا، حطيناهم في المفتول زرعنا المفتول، الآن بكتيريا. كويس؟ خدوا بالكم من نقطتين. النقطة الأولى إنه هذا معقم وأضفنا له بكتيريا واحدة من نوع واحد، وذكرت أنا مكان البكتيريا قبل قليل بالأنف، وين؟ في الجلد. فبالتالي احنا زرعنا البكتيريا في مكان معقم. إيش يعني كلمة مكان معقم؟ يعني لو مش معقم أحسن؟ لا مش معقم أحسن. فاكرين لما تكلمنا عن نورمال مايكروبيوتا؟ تكلمنا عن أنه من صفاتها أنها بتعمل اتزان بينها وبين بعض، لأنه في منها منافسة. بس الستافيلوكوكس أوريس الآن هل لها منافس؟ ملاش منافس. هذا نقطة. النقطة الثانية، الدقيق لما كان أنكوكت يعني غير مطبوخ غير مطهي، ما كان في رطوبة أصلا، جاف، وبالتالي كان غير صالح لمين؟ لنمو البكتيريا. الآن في ماء في الـ في الـ في, الـ في الغذاء، وأصبح ملائم، وخاصة أنه بعض النوترينت نزلت من الخلايا وصارت موجودة الآن متاحة للبكتيريا. فخلال 6 إلى 8 ساعات بتنمو البكتيريا إلى أعداد كورم سينسينج. إذا وصلت البكتيريا للكورم سينسينج 10^5 لكل جرام، تبدأ تنتج التوكسين تبعها اللي هو الانتيروتوكسين. طبعا احنا بنعمل فطور كأكل شعبية، بنعملش للغدا وبس، بنعمل للغدا وللعشاء وبنوزع على الجيران وعلى الحبايب. المساء جينا سخنا المفتول، بدنا نتعشى من المفتول. بعد ساعتين صار لنا مغص، فوميتنج، اعرفوا انه انتم صار عندكم مفتولايتس. اللي هي فود بويزنينج، تسمم غذائي من الستافيلوكوكس اوريس. الان في برضه معلومات بدنا يعني نقف عندها ماليا. انا قلت سخنا الاكل، سخنا الغذاء. هذا بدل على انه لو البكتيريا ماتت، مش هي المشكله عندي، انا عندي مين؟ التوكسين. والتوكسين هيت ستيبل، يعني لو سخنا وغلينا حيضله زي ما هو. هو الوحيد اللي هيت ستيبل من كل الاكزوتوكسين. ايش رايكم؟ الفود بويزنينج انتيروتوكسين تبع الستافيلوكوكس اوريس هو الوحيد اللي هيت ستيبل من كل الاكزوتوكسين. استفدنا من المعلومة هذه مجموعة معلومات. خذوا بالكم، أنا القصة مش هي اللي بتعنيني. قصة إنه أنا عندي البوست كوكينج كونتامينيشن أخطر من البري كوكينج. عندي مشكلة تانية إنه كونه التوكسين اتكون داخل الغذاء، معنى الحكي إنه أنا لم أحفظه على تمبريتشر غير ملائمة لنمو المايكرو أورجانيزم، وبالتالي نغير نظرتنا على موضوع تخزين الأغذية اللي من ضمنها الأكل الشعبية المعروفة بالمفتول. أنا ذكرت المفتول خذوا بالكم كنموذج، بس هناك أغذية كثيرة قد يحدث بها نفس. وأعطيكم مثال ثاني، تعرف الكيك البيتي فور والأشياء اللي بيبيعوها؟ مرات في الاجتماعات إحنا بيجيبوا لنا أجزات عصير وقطعة كيك. أحد المرات أنا شخصياً عندي سكر يعني، فمش كتير مغرم، لكن يبدو اني كنت جعان فاكلتها، ومتكلم مع الجار فاكلتها. وبعد بالفعل اقل من ساعتين كل الاعراض اللي حتكلم عنها بالنسبه كانت موجوده، دلاله على انه برضه هو ستافيلوكوكال فود بويزن. لكن لو جينا على المستشفيات وعلى الميديكال ريكوردز وعدينا كم حاله مسجله عندهم مشخص راينها فود بويزنينج بالستافيلوكوكس اوريس، حلاقيها زيرو. أول حاجة الأونست اللي هي الديزيز نفسه بيستغرق ساعات بسيطة وبسيلف ليميتد. إيش يعني سيلف ليميتد؟ يعني لحاله والريزولف.
فاحنا ما بنعطوهوش اهميه كبيره، لكن تخيلوا كثر حضرتك صحيت الصبح او الظهر وتصيبر الموعد اللي غلت فيه، وبعد ساعتين صار عندك اللي هو الجاسترونترايتس، وعندك امتحان او عندك جامعه او عندك ليكتشر محاضره، انت مش هتروح على هذا المكان في خلال فتره الاونست، لن تستطيع. وبالتالي لو جينا حسبنا التكلفه الاقتصاديه الناجمه عن الفود بويزنينج بستافيلوكوكس او هلاقيها ضخمه جدا. تخيلوا ان الوضع صار معي انا وغبت انا عن المحاضره هذه، او غبت اليوم كله عن المحاضرات، اكم طالبه عندي 60 طالبه، 60 في مواصلاتهم اللي اجوا فيهم والساعه الزمنيه اللي استغرقوها، ما بتكلم عن انا فلوس، هذا كله كان مخسر مش مخسر. بالاضافه انه ممكن انا اروح على العياده وادفع ثمن علاج وهم يعطوني علاج، انام في المستشفى. فالتكلفه الاقتصاديه، لانه بتكلم عن فود والفود غالبا هو سوشيال اوكيجن. ايش يعني سوشيال اوكيجن؟ يعني وضع اجتماعي، ما بناكلش لحالنا في الغالب، بناكل مع افراد اخرين، صح ولا لا؟ وبالتالي لو صار في فود بويزنينج نسمعش عن شخص واحد، نسمع عن ايه؟ عن مجموعه كبيره من الناس. لا قدر الله احنا في 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 جامعه والكافتيريا صار فيها غذاء ملوث، ومن 10,000 طالبة 3,000 كانوا وصلوا الكافتيريا وأكلوا من هذا الغذاء. أنا الحكي نتكلم عن مصائب ولا لا؟ فالفود بويزنينج اللي بتسبب ستافيلوكوكس أو الصحيح مايد، لكن بفتح أمامنا آفاق إنه في حاجة اسمها فود بويزنينج. والفود بويزنينج بيختلف عن الفود انفكشن. الفود انفكشن هو إنه أنا أتناول الغذاء وفي الميكروب، والميكروب يدخل جوا ويعمل توكسين جوا، بينما الفود بويزنينج التوكسين وين صار؟ اكسترنالي في الغذاء نفسه، تمام؟ هذه نقطة كثير مهمة. نيجي للي قبله، هذا اللي قبله محرج شوية اللي هو توكسيك شوك سيندروم توكسين، لكن لابد أن نتطرق له بشكل جيد. الفتيات عند البلوغ بيصبح عندهم الحالة المعروفة بالدورة الشهرية، مظبوط؟ وطبعا البنت تخرج أو الست تخرج إلى العمل، فبالتالي بتستخدم ما يسمى بالحفاضات النسائية. الحفاضات النسائية الآن بزنس رائج كتير على كوكب الأرض من الستات، وبالتالي في استهلاك، فالشركات تتنافس مين ينتج أفضل أريح، واللي أهم من ذلك اللي بيطول أكتر، most absorbent، اللي بتمتص كمية أكبر من الدم. أذكركم الدم ضفناه على الميديا في المعمل عشان نعمل بلد أجر. ليش ضفنا البلد؟ to enrich the media. معنى الحكي انه الدم غني جدا بالغذاء، فكمية دم كبيرة موجودة الآن في الـ في الـ في التامبونز، تمام؟ وستافيلوكوكس أوريس موجودة على الجلد، حتنمو البكتيريا في الدم وتصل كورم سنسينج وتنتج السوبر أنتيجين تبعها اللي هو التوكسيك شوك سيندروم توكسين أو TSST، توكسيك شوك سيندروم توكسين that will be absorbed through the vaginal mucous membrane. الآن فاكرين كلمة سوبر أنتيجين كيف بقى تشتغل؟ أذكركم اللوحة اللي قدامنا هذه بتوضح لنا إنه التي سيل ترتبط مع الماكروفاج الأنتيجين بريزنتينج سيل سبيسيفيكالي على الأنتيجين. وأنا قلت لكم إنه شايفين الإشارة اللي موجودة على ال... لما يكون في لسه ترايل بدهم يشوفوا بعض انه والله مناسبين مش مناسبين، هو بروح بربطهم مع بعض. فبيعمل نون سبيسيفيك اكتيفيشن، نون سبيسيفيك اكتيفيشن للتي سيلز. اذا عمل نون سبيسيفيك اكتيفيشن للتي سيلز حيكون عندي رده فعل مناعيه مش طبيعيه، اكزاجريتد، وبصير فيها مجموعه من الاعراض ممكن نتكلم عنهم. دقيقه بس، فيفر، نركز على اللوحة لأنه برضو فيها بعض التعبيرات. هذا الكرتون مهم جدا إنه الاثنين بلزقهم مع بعض، يعني التي سيل والأنتيجين بريزنتينج سيل، وبالتالي بيعمل نون سبيسيفيك اكتيفيشن، لكن بينتج عن هذا الديزيز فيفر، راشز، ديسكوميشن، وديسكوميشن يعني برضو موت في خلايا الجلد، فوميتنج، دياريا، ومايليجز. مايليجز اللي هي ألم في العضلات، ألم في العضلات. طبعا أنا بتوقع إنه كونه التوكسين امتص عبر الميوكاس ممبرين يبقى راعي الدم، وما دام راعي الدم يبقى الاعراض هتكون ايش؟ سيستميك. خذوا بالك الستافيلوكوكس اوريس انتيروتوكسين برضه سوبر انتيجين، بس ات اكتس لوكالي ان ذا انتستين، عشان هيك الاعراض وين كانت؟
في الانتستينال تراك دياريا زائد فوميتنج. بينما السوبر انتيجين او توكسيك شوك سيندروم توكسين كان سوبر انتيجين وين موجود في الدم، وبالتالي الاعراض كانت ايه سيستم. طبعا الصوره اللي قدامنا هنا هي بوكس لتامبونز وكرتون ل اللي هو قلنا السوبر انتيجين كيف بيربط الخلايا بعض البعض، والاخرى هي تي سيل مع انتيجين بريزنتنج سيل برضو باين. مراجعة سريعة للوحة: كاتاليز، كواجوليز، هيالورونيداز اند لايباز، هيموليسين اور سفينجو مايلينيز سي، وليوكوسايدين، اكسفوليتيف توكسين، توكسيك شوك سيندروم توكسين، وانتيرو توكسين. هذه ستافيلوكوكاس اوريس. لما انا بتكلم عن بكتيريا موجودة على الايدين وموجودة في الانف، تتوقعوا انها تسبب لنا امراض كثيرة ولا ما تسبب لناش امراض كثيرة؟ لو حكينا الجلد تبعنا شعرنا بالحكه وحكيناه، ما احنا ممكن نخدش الجلد واحنا مش شايفين احنا خدشنا الجلد. ندخل ستافيلوكوكس اوريس في بصيلات الشعر، هتعملنا انفكشن هناك. كل الدمامل او 90% من الدمامل والخراجات اللي بتصيب الناس اللي في المجتمع موصلي ستافيلوكوكس اوريس. ستافيلوكوكس اوريس المكورات العنقوديه الذهبيه، اسمها جذاب لكن واقع الامر هي من اخطر انواع الميكروبات، وبالتالي يجب ان تتوقعوا في الكلينيكال براكتس في الميديكال لابراتوري انكم تعزلوا ستافيلوكوكس اوريس اكثر من اي ميكروب اخر من صنف الجرام بوزيتيف بكتيريا. يبقى الستافيلوكوكس اوريس هتكون نمبر 1 السوبر ستار تبع الجرام بوزيتيف كوكسال. من الديزيزز الفرانكلز، وهي عباره عن دمامل يعني قريبة من سطح الجلد، دمامل خراجات قريبة من سطح الجلد. ستاي اللي هو التهاب بصيلة الشعر اللي في العين، اللي بالعامية بتطلقوا عليها الشحات. صار أنا بعده شحات يعني حبة في بصيلة شعر العين. امبيتيجو اسمها الحصف، وحنشوف صورة إلها كمان شوية. معظم أطفالنا أصيبوا فيها في يوم من الأيام. فيري كونتيجس، معدية جدا، إذا كان طفل في المنزل مصاب غالبا الأطفال كلهم الموجودين بيصابوا، غالبا الكبار إميون لهذه البكتيريا. الإبيديرمال نيكروليسيس والإكسفولياتيف ديرماتيتس بيشبهوا بعض، في تنتين فيهم موت في خلايا الجلد. ماستايتس التهاب الثدي أو التهاب الضرع عند الحيوانات، تمام. الأبسس هو عبارة عن دمل بس ديب إنسايد، زي ما نقول برين أبسس ليفر ابسس، تمام. هذا بيكون وين؟ داخل. بالنسبه لهذا على الجلد، في الجلد الحبوب اللي بتطلع للناس اللي بيحلقوا دقنه مثلا بيطلعوا حبوب ثاني يوم او في نفس اليوم غالبا ستافيلوكوكس اوريس، يعني بيوصفوها بانها it causes infection from head to toe، من اعلى الراس الى اسفل القدم، نظرا لانتشارها على الجلد اللي هو اكبر عضو في جسم الانسان، الذي هو ايضا عرضه للجروح والاصابات بسبب احتكاكه مع البيئه الخارجيه. من السيستميك ديزيزز بكتيريميا، وغالبا بتكون من ابسس او وند او بيرن. وندز اللي هي الجروح، والبيرنز اللي هي الحروق، والخرجات او الدنامل زي ما حكينا بكتيريميا. اذكركم بس ببعض، كلكم انتم صغار طلع لكم حب في الوجه، وطبعا كانت نهايه العالم انه كيف يعني حبة طالعة وجاية، فبننزل نحاول نزيل اثارها لما، لا وانتم كبار عفوا، او انتم كبار انا اسف. الان الحبة هذه اللي احنا حاولنا نفرغ محتواها غالبا بنضغط عليها باصابعنا، وبالتالي اخر مرحلة بيكون نزل دم معها. نزول دم ماذا يعني ذلك؟ انه احنا كسرنا الكابيلاريز في المنطقة. كسرنا الكابيلاريز يعني دخلنا البكتيريا داخل الدم، فقد تنتقل من مكانها الى اماكن اخرى، بدل حبه تصير عندنا حبوب، او الحبه نفسها تكبر، او انه تنتقل الى الدم وتعملنا سبتسيميا وبكتيريميا وتعملنا مشكله كبيره. اذا ما نحاولش انه نتخلص من الحبوب بانفسنا، على الرغم من انه واحد من طرق العلاج هو تو درين، درين يعني سحب اللي هو السائل اللي موجود، بس بيسحبوا مين؟ طبيب بيعرف كيف يسحبوا، هذا رقم واحد. رقم اثنين بيعطينا انتي بايوتيك قبل ما يسحبوا،
عشان لو بكتيريا تاهت وراحت على الدم الانتيبايتيك ايه يقتلها. فالسيستميك ديزيز غالبا في الستافيلوكوكس اوريس بتنشا من فوقي من مكان محدد زي جرح او حبه او الى اخره. اوستيومايلايتس اللي هي التهاب العظم والعضلات، نيومونيا اللي هي التهاب الرئه، وبنسمي الستافيلوكوكس نيومونيا باسم خاص بنسميها ستافيلوكوكال نيومونيا عشان نميزها عن باقي انواع النيومونيا. هذه الامبيديكو اللي حكينا عنها هي عبارة عن skin infection. طبعا هذه ألطف صورة يعني ممكن نلاقيها لو دورتوا على الجوجل على امبيتيجو هتشوفوا صور كثيرة مزعجة disturbing. أنا جبت صورة يعني نوعا ما مقبولة. طبعا اللي شايفينها في الشن هذه بعد فترة بصير لها white crustation يعني أو golden crustation حتى بيكون لونها ذهبي اللي هي القشرة اللي أو القشور. وزي ما حكيت لكم very contagious، والسلالة اللي بتسبب هذا النوع غالبا بتكون انتي ميكروبيال ريزيستنس يعني انها مقاومة انتيبيوتيك. يعني لذلك بنلاقي انه البنسلين اللي كان مناسب للدمامل والخرولات غير مناسب لعلاج اللي هو الامبيتيك، وهذا مؤشر بيأكد الكلام اللي حكيناه انه بنتكلم عن سلالات مختلفة. صحيح اسم واحد لكن سلالات مختلفة. هذه الصفحة هذه خلصناها تقريبا، تكلمنا عن الفود بويزنينج وميزنا بين كلمة فود بويزنينج وفود انفكشن. البويزنينج انه التوكسين واز فورمد ان ذا فود بيفور ايتينج، بينما الفود انفكشن هو اكتد از ا كارير فور ذا انفكشس ايجنت. يوجوالي فود از كونتامينيتد فروم هيومنز وبصير له جروث وبعدين بصير فيه عندنا انتيرو توكسين. بدكم تتخيلوا موضوع الفود poisoning food infection هيحتل معانا كورس كامل السنة الجاية. الفصل الجاي؟ السنة الثانية الفصل الجاي. الفود مايكروبيولوجي صار عندنا كورس بالخطط التحليل الطبية، وبالتالي بدنا نعرف انه له أهمية كبرى. وخلينا ناخذ الميديكال مايكروبيولوجي منطلق لفهم أعمق، يعني بمعنى آخر التخيل اللي أنا ذكرته في صنع غذاء محدد اللي هو المفتول من خطواته من ألف إلى الياء، تمام؟ ممكن نطبق هذا المفهوم على أي غذاء احنا بنصنعه ونشوف وين ممكن يصير تلوث من الهيومن. لأنه أنظمة الجودة بتصنيع الغذاء اليوم تعتمدش على أنه المنتج النهائي يكون جيد وبس، لازم من الرو ماتيريال من المواد الخام إلى المنتج يكون في عملية مراقبة لا خط الانتاج. وانا بقصد خط الانتاج مش ضروري مصنع، ممكن في البيت كمان، ما هو في الاخر خطوات ولا لا؟ اي تصنيع اي حاجه بنعملها هي عباره عن خطوات، تجاربنا في المختبر عباره عن خطوات. فمن اول خطوه الى اخر خطوه لازم يكون في عندي مقدره على انه اسيطر على العمليه، بحيث انه وين في احتماليه كونتامينيشن اعمل اجراءات تمنع اللي هو الكونتامينيشن. البيبيز with scalded skin syndrome اللي هنقول عنهم exfoliating اللي هو عملية بيعمل epidermal lysis للسكن، وبالتالي إذا بتلاحظوا الصورة واضح جدا إنه في عنا لونين، لون ولون، وفي عنا حواف لجلد بدأ برضو كمان يعني في continuous shedding للسكن. laboratory أنا خدوا بالكو في الميديكال مايكروبيولوجي هعمل من الان وصاعدا هعمل لوحه واحده لللابوراتوري دياجنوستس، عشان الدياجنوستيك مايكروبيولوجي هو اصلا الشغل اللي فيها دياجنوستس، وبالتالي مش هننقل الكورس الثاني هنا، لكن معنيين انه ناخذ فكره عامه عن اللابوراتوري دياجنوستس. اي تفاصيل بعد اللوحه هذه هي للشرح فقط لا غير، يعني ليس مطالبين الا باللوحه الرئيسيه اللي مكتوب عليها لابوراتوري دياجنوستس، لن تزيد عن صفحه، لن تزيد عن لوحه واحده. ستافيلوكوكس اوريس، ايش سميناها احنا قبل شويه من ناحيه حالتها الاكسجين؟ فاكولتيتيف. انو ارخص نعمل انكبيشن هوائي ولا لا هوائي؟ هوائي. اللا هوائي معنى حكي اني بزيل الهواء، ازاله توفير بيئه لا هوائيه هو بيكلفنا فلوس، لانه احنا بدنا نضطر انه ننزع الهواء اللي هو اصلا موجود بشكل ناتشورال. ممكن
قلنا لكم العينة اللي فيها صديد لو عملنا لها جرام ستين مباشرة نشوف البكتيريا، لكن هل يمكن من خلالها انه نفتي انه البكتيريا ستافيلوكوكس اوريس؟ لا، بتساعدنا زراعتنا على مين نزرع؟ على البلاد اجار. كثير بتنمو بشكل جيد على البلاد اجار وإلها مميزات على البلاد اجار. المحاضرة الماضية وانا قاعد بشرح على أهمية شكل المستعمرة حاولت أوصف المستعمرة تبعت الستافيلوكوكس أورياس على البلاد أجار، فقلت large 2 to 4 millimeter rounded golden yellow pigmented colonies on blood agar. واليوم بنضيف إنها هيموليتك، فاكرين الهيموليسين؟ يعني بتعمل بيتا هيموليسيس. الآن خلينا نتكلم عن البيتا هيموليسيس والألفا هيموليسيس والنو هيموليسيس. ركزوا معي في الكلمات اللي حكيها بالخروج على السبورة. البلود أجار إذا زرعت عليه بكتيريا فهناك ثلاث احتمالات تتعلق بالهيموليسيس. الاحتمال الأول أن يكون هناك تحلل كامل للدم حول المستعمرة، ويطلق على هذا النوع من التحلل بيتا هيموليسيس، كومبليت هيموليسيس بيتا هيموليسيس. كيف بنعرف انه بيتا هيموليسيس؟ لون البلد اجار بيكون احمر بصير كلرلس، يعني المستعمره بصير حولها منطقه خاليه من اللون، خاليه من اللون للمستعمره، هذا بنقول عنه ايش الان؟ بيتا هيموليسيس. الاحتمال الثاني انكمبليت هيموليسيس او بارشل، تمام مصطلح كويس، بارشل او انكمبليت هيموليسيس. كيف بنستدل عليه؟ بصير لون الدم بدل ما هو احمر اخضر، نعم جرينيش، لانه انكمبليت هيموليسيس وبنسميها الفا. الاحتمال الثالث ان لا يتغير شيء، يعني نو هيموليسيس، لا كومبليت ولا انكمبليت، بنسميها نو هيموليسيس ولها اسم عشان ما تزعلش، جاما هيموليسيس. يبقى لما بنقول جاما هيموليسيس جائزة طردية للبكتيريا اللي بتعملش هيموليسيس. إذا بيتا ألفا جاما. ماشي، هذه معلومات على الهامش هنستفيد منها لاحقا إن شاء الله نتكلم عن اللابورتي دياجنوس. الديفرنشال تيست مانيتول كواجوليز ودي ان ايز، هي الفحوصات اللي احنا بنستخدمها في التفريق بينها وبين السلالات الاخرى او عفوا السبيسز الاخرى من الستافيلوكوكا. بينما اذا بدي اميزها عن الستريبتوكوكا ايش بدي؟ كاتاليز. شوفوا بنات الان نرجع برجوع، خلينا نكون دقيقين، هي صار لنا بكتيريا الان، صرنا نتكلم عن بكتيريا حقيقيه ويمكن في يوم من الايام نعزلها ونتعرف عليها في المعمل. الفحص في مكانه المناسب، لا يجوز ان اعمل فحص في غير المكان المناسب، يعني انت تعلمت في المختبر 20 فحص او 30 فحص مش تيجي تجربيهم كلياتهم. اختيارهم مبني على مين؟ على معلومات تتبع معلومات. اعطيكم مثال، عزلت بكتيريا انا على طبق اسمه بلاداجات، عملت لها جرام ستين طلعت جرام بوزيتيف كوكساي، وات از نيكست؟ كاتاليز. طلعت نيجاتيف، كاتاليز نيجاتيف، يعني ايش البكتيريا؟ ستريبتوكوكاي. وات از نيكست؟ انت مش لا ما فيش اصلا الكواجليز لمين بيلزم؟ مزبوط. يبقى معنى الحكي اختياري للفحوصات كان معتمد على مين؟ على تسلسل احداث معينه. ما بجيش انا اقول الستافيلوكوكس اوريس جلوكوز فرمنتر والايكولاي جلوكوز فرمنتر، كيف بدي اميزهم عن بعض؟ طب واحده كوكساي واحده باسيلاي، يعني هما اساسا مختلفين، ليش انا ليش اخطات وجبت صفه تتشابه مع بعض فيهم عشان اميزهم عن بعض؟ اساسا هما مميزين، الحصان الابيض والحصان الاسود، تمام؟ هما اصلا مميزين، وبالتالي ما فيش داعي ان ادور على صفات اخرى اعقد الموضوع. قد تتشابه الميكروبات في صفات معينه، لكن من الاساس انا مميزهم بالجرام ستين، جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، بس الله او كوكساي. اذا عشان اقدر اقول البكتيريا هي ستافيلوكوكاي لازم يكون عندي معلومتين،
ان جرام بوزيتيف كوكساي. اذا اعتبرتوها معلومتين هذه المعلومتين لحالهم فثلاث معلومات، جرام بوزيتيف كوكساي كاتاليز بوزيتيف. الثلاث معلومات لحد الان لحد اللحظه هذه بيشيروا انه البكتيريا يستفيلو كوكساي. مين من اللي استفيلو كوكساي؟ المانيتول والكواجوليز والدي ان ايز اللي موجود على السبوره اللي هم اللي بميزوا. الفاج تايبنج، فاكرين الفاج؟ البكتيريوفاج. البكتيريوفاج كان في منه نوع سميناه لايتك فاج اللي بخش على البكتيريا وبحللها. اللوحه اللي قدامكم هذه الصوره طبق، هو عباره عن طبقه من البكتيريا ناميه وفي مناطق فارغه من النمو. مش بلاك بلاكس اللي هي الاثر اللي بتركه البكتيريوفاج من تحلل الخلايا سميناها بلاكس. واذا بتتذكروا كنا نعد الفيروسات عن طريق البلاك، كنا نقول بلاك فورمينج يونت. الان لو انا عندي بكتيريا مجهوله اسمها ستافيلوكوكس، تمام، وبدي اعرفها اوريوس ولا ابيديرمس، وانا عندي في الثلاجه بكتيريوفاج للاوريوس وواحد للابيديرمس وواحد للسابروفايتكس، والبكتيريا اللي قدامي هذه بدي اعرف انها اوريوس ولا لا، حطيت عليها بكتيريوفاج زي ما انتم شايفين في الصوره، تمام، حطيت على بكتيريوفاج. ثاني يوم البكتيريا نمت لكن لقيت فيها ثقوب، معنى الحكي ايش؟ ان البكتيريوفاج سبيسيفيك لها، معنى الحكي ان البكتيريوفاج سبيسيفيك. هي مجهوله وهو معلوم. الان اذا تفاعل، كنا بنتكلم عن التفاعل سبيسيفيك، اذا تفاعل المجهول مع المعلوم اصبح المجهول معلوم، وانتهينا من القصه، صرنا يبقى عملنا بالفعل معرفه او تعرف على البكتيريا من خلال اللي هو البكتيريوفاج. في عندنا الانتي بايوتيك سنسيتيفيتي تيستينج. لما انا بشرح محاضرات عامه عن الانتي مايكروبيال ريزيستنس، اول قصه ببدا فيها كنموذج عن الريزيستنس بتكلم عن الستافيلوكوكس اوريس. في اربعينيات القرن الماضي كانت الستافيلوكوكس اوريس، وزي ما ذكرت لكم الوند انفكشن والبيرن انفكشن والدمامل والخراجات، يعني منتشره في العالم بشكل كبير جدا. اجى البنسلين وكان الماجيك دراج. فيش ستافيلوكوكال انفكشن كانت تصمد بدون البنسلين. بعد 15 سنه بدات تظهر نتائج سيئه للغايه للبنسلين. بنسلين بطل صناعه الانجكشن ودبل انجكشن على الفاضي. ريزيستنس. اكتشفنا عملنا موديفيكيشن للبنسلين، عملنا اموكسيلين وامبسيلين، هذول سيمي سينتيتك. حلينا فيهم بعض الاشكاليات، بعد سنتين ثلاثه بس بدا يكون ريزيستنس. كوننا اوكسيسيلين وميثيسيلين، كونت ريزيستنس، صار اسمها ميثيسيلين ريزيستنس ستافيلوكوكس اوريوس او ام ار اس اي، مشهوره جدا هذه البكتيريا. اجانا فانكومايسين، قلنا هذا الحل، فانكومايسين هو الحل. فبعد عده سنوات لقينا فيزا، فيزا فانكومايسين انترميديت ستافيلوكوكس اوريس. بعد كم من سنه لقينا فانكومايسين ريزيستنس ستافيلوكوكس اوريس. يبقى البكتيريا ايش مالها؟ يعني ايش انتم بتعملوا انتي بايوتكس، تمام؟ هي عندها المقدره انها تكون ريزيستنس، وبالتالي انا صرت اخاف كثير من هذه البكتيريا، بعتبرها من الميكروبات الخطيره جدا. وكثير من الدراسات اللي اجريناها الصحيح اجريناها على الستافيلوكوكس اوريس، لقينا على سبيل المثال عند الاخوه والاخوات اللي عاملين في مستشفى الشفاء، لما اخذنا الموبايلات تبعتهم لقينا نسبه منهم عندهم ام ار اس اي على الموبايلات، يعني بيروحوها على الدار معهم وبعطوها للاولاد، اولادهم بعطوها للناس الثانيين، فبتصير المستشفى كانها مجتمع. فاكرين لما قلنا، لما قسمنا احنا قلنا هوسبيتال انفكشن وكوميونتي اكوايرد انفكشن، الان احنا نتكلم على انه مجتمع شبيه بمين؟ طبعا ما وصلناش للمستشفى، لكن على الاقل المستشفى واضح انه بيعمل ضخ للميكروبات تبعته في الكوميونتي تبعته. الانتي بايوتيك سنسيتيفيتي انا اختمت فيها المحاضره اللي فاتت. لما تكلمت عن الدايجنوسز او الديتكشن وبريفنشن او بروفلاكسيز اند تريتمنت، قلت لكم انا احنا مسؤوليتنا في المختبر نعزل الميكروب اللي هو الباثوجين من العينه ونتعرف عليه ونعمل له انتي مايكروبيال سنسيتيفيتي او سوسبتبلتي نفس المعنى تيستينج. اختيارنا للانتي بايوتيك اللي هنستخدمهم منوط باسم البكتيريا، منوط بالعمر تبع المريض. يعني اعطيكم مثال على العمر.
تعرف تترا سايكلين؟ تترا سايكلين انتي بايوتيك مشهور جدا وفري افكتيف، او على الاقل كان فري افكتيف، لكن لا يجوز اعطائه لا للطفل ولا للمرأة الحامل ولا للمرأة المرضع. المرضع احنا خايفين على مش الام، خايفين على الجنين، وفي الحامل خايفين على التنين، والطفل خايفين على الطفل طبعا. يعني ما بنقدرش نعطيه. فلو عزلت انا ستافيلوكوكس اورس من طفل ما بحطلوش قرص مين؟ تترا سايكلين على سبيل المثال. فاختيارنا للانتيباتيك مرتبط بمين قلنا؟ مش هذا واحد فاريبل، بنوع البكتيريا، بالعمر، ميل ولا فيميل، فيسيولوجيكال ستيت، هل بريجننت في سيف للبريجننسي وفي نوت سيف للبريجننسي. المكان تبع الاصابه هل من البروستاتا ولا من الدم؟ بفرق، لانه مش كل الانتيباتيك بتصل للبروستاتا. تمام؟ فاختيارنا للانتيباتيك مرتبط بمين؟ بمجموعه من العوامل، طبعا هتعلمهم في العام القادم او في الفصل القادم ان شاء الله في الدياجنوستيك، لكن فينا بنعرف انه كل ميكروب له ست او مجموعه من اللي هو الانتيبيوتيك اللي احنا بنستخدمه. المره الجايه ان شاء الله مراجعه مش بنكملها، باخذنا مراجعه.